السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، ونناقش فيها ما نص عليه الاتفاق السياسي في معالجة مثل ما استجد من تطورات كاستقالة أحد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في الوقت الذي يتحرك فيه الرئاسي بحسب الناطق باسمه لإقناع نائب رئيس المجلس المستقيل موسى الكوني بالعدول عن استقالته. يأتي ذلك فيما تتطلب معالجة خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء بحسب الاتفاق السياسي مشاركة مجلس النواب، والذي لم يضمن بدوره الاتفاق في الإعلان الدستوري. فما المعالجات القانونية والسياسية لاستقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني؟ وكيف يمكن تحقيق التجانس بين أعضاء الرئاسي والتزامهم بالآليات المنصوص عليها في عمل المجلس؟ وما الدور المنوط بأطراف الاتفاق السياسي وداعميه ورعاته لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد وتنفيذ الاتفاق كاملا؟ نطرح هذه التساؤلات وغير على ضيوفنا في عشرة الليلة عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، الباحث القانوني والسياسي سامي الأطرش والمحلل السياسي محمد شبار، وعبر الهاتف من صرمان الخبير القانوني محمد الكوني، ويشاركنا النقاش عبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. نرحب بكم جميعا، وقبل أن نبدأ نقاشنا نتابع التقرير التالي. في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل له خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب. هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى للمادة 5 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية بخصوص استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. لكن مجلس النواب المشار إليه في هذه المادة وغيرها من نصوص الاتفاق لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، الأمر الذي يتعقد معه الواقع القانوني لتعامل مجلس النواب مع الاتفاق وبالتالي المشاركة في معالجة استقالة موسى الكوني. الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أشرف الثلثي أشار إلى تحركات أخرى بشأن التعامل مع استقالة الكوني. المجلس الرئاسي الآن في حالة انعقاد، وسيبذل كل ما في جهده لإقناع السيد الكوني لأن ينضم من جديد إلى المجلس ويعدل عن استقالته. وبدورها فإن تركيبة المجلس الرئاسي والتي نبه إليها الكوني خلال استقالته من أنهم لم يختاروا بعضهم البعض كأعضاء بالرئاسي حملت دلالات عدة، أشار عضو في لجنة الحوار السياسي إلى واحدة منها. كان من المفترض حقيقة على المجلس الرئاسي خلال السنة الماضية اتخاذ عدة قرارات في المجال الأمني والاقتصادي والعسكري، تباطأ في اتخاذها بسبب مساومات الحقيقة مصلحية من قبل بعض الأطراف، وللأسف منهم حتى أطراف البرلمان الذين يضعون قدم هنا وقدم هناك وينتظرون من سيكسب في النهاية لكي يستقروا فيه. ورغم أن الاتفاق وعقب التوقيع عليه منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرعية الدولية ورسخته قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، إلا أنه لم يطبق كاملا في ظل أزمات تنضاف إليها أزمة سياسية جديدة وسط تعقيدات داخلية تؤخر البلاد عن المضي نحو الاستقرار والنماء. إذا نبدأ معك سيد الأطرش، بداية أي توصيف قانوني يمكن قراءته بشأن الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني؟ نعم، أولا تحية لحضرتك ولمشاهديكم ولضيوفك الكرام أيضا. الحقيقة الاستقالة جاءت لتدق ناقوس جديد في الخلل في البنية التشريعية والقانونية بالتأكيد لهذا الاتفاق، اللي هي تعني في حالة غياب أو خلو أحد هذه المناصب ابتداء من رئيس المجلس الرئاسي وانتهاء بأعضائه سواء كان نوابا أو أعضاء عاديين. أنا آسف. وهذا ما يعني أنه في حالة لا قدر الله الوفاة أو في حالة فقدان الأهلية لأي سبب قانوني آخر ناهيك عن الاستقالة،
سيكون الوضع صعب جدا، لأنه لا وجود لحلول في هذا الاتفاق السياسي تتناسب مع الحالة السياسية التي كان أيضا بالإمكان أن يتعرض له هذا الاتفاق من عرقلة سياسية. ولكن قدر الله وما شاء فعل. نعتقد أن هذا ناقوس جديد يؤكد للمستوى الدولي والمستوى أيضا الوطني أو المحلي بأن هذا الاتفاق بالفعل أصبح الآن يعني وإلى أن يعني يتم العدول من هذا الطرف الذي قرر الاستقالة يظل بالإمكان هناك استحالة قانونية في التنفيذ، لأن كما جاء في تقريركم أن المادة الخامسة الفقرة الأولى منها تنص على الآليات، ولكن الآليات دائما كانت في جميع مناطق هذا الاتفاق معطلة، وذلك بسبب أيضا ما ذكر بوضوح في حديث السيد أشرف عندما قال بأنه مجلس النواب بالفعل بدأ بعرقلة هذا المولود منذ اللحظات الأولى، وها نحن الآن نجني ثمار هذا التعطيل والعرقلة الغير مبررة لا دستوريا ولا أخلاقيا ولا وطنيا. نعم. طيب سيد الكوني، ما الذي يمكن فهمه من ظروف العمل داخل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية كجسم حدد الاتفاق السياسي اختصاصاته عقب أسباب الاستقالة التي عددها الكوني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبضيوفة الكرام وبالإخوة المشاهدين. حقيقة الاتفاق السياسي احنا دائما على جميع القنوات الفضائية تعالج هذا الموضوع وتناقش في هذا الموضوع. احنا الآن أمام جسم لن تتم إصدار الصفة القانونية عليه بسبب تلكؤات مجلس النواب، وبالتالي هذا الجسم فعلا العراقيل طبعا هو باعتباره لمدة سنة واحدة حسب الاتفاق السياسي كان ينتظر أن تتم دون أن تحصل عراقيل استقالات وانقطاعات من بعض أعضائه، ولم تقرأ الحسابات كما قال زميلي سامي الأطرش بأنه ضيفكم الكريم بأنه لم تتخذ بعض التوقعات لهذه الاستقالات، مما لم يجدوا لها أو لم يضعوا لها الحلول المناسبة في حالة وقوعها. حقيقة أنا أضع اللوم بسبب هذا ما يحدث كله على مجلس النواب، باعتبار أن مجلس النواب بدأ يضع العراقيل لهذا الاتفاق من بداية عمله، مع العلم بأن المؤتمر الوطني العام عندما صادق على هذا الاتفاق قبل أن يتحول إلى مجلس الدولة ربما تكون هذه إمكانية لإعطائه الشرعية والاستمرار وتفادي كل العراقيل التي بدأت تحدث كل يوم في هذا الجسم الذي لم يستطع تقديم أي خدمة للمواطن وأصبح عاجزا أمام الجميع عن تقديم الخدمات. المهم الاتفاق السياسي باعتباره مرحلة انتقالية ثانية لتكملة المرحلة الانتقالية الثانية لم تضع له الحلول كما قال السيد سامي الأطرش التي ربما تعرقله في المستقبل، وبالتالي أنا أرى المجلس الاتفاق الرئاسي حقيقة بقي بين نارين وكما يقولون، لأنه لم يستطع إصباغ الشرعية عليه بضم الاتفاق السياسي إلى الإعلان الدستوري حتى تكون له الشرعية، وبالتالي بقي عاجزا عن أداء عمله. وبالتالي هو ليست المشكلة في استقالة السيد موسى الكوني فقط، وإن المشكلة في الوضع العام لأعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه، هم الآن يواجهون في إشكالية. طيب إذن سنأتي سيد الكوني إلى تفصيل ذلك. سيد لملوم، في أي إطار ترى استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي بالنظر إلى ما رافق عمل المجلس من تعليق للعضوية ومن ثم التطور الأخير بالاستقالة؟ تحياتي لك أخي آزم ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. ما يحصل الآن في المجلس الرئاسي واستقالة السيد موسى الكوني هو أمر متوقع، والاستقالات أمر طبيعي، ونحن لأول مرة نرى أن هناك مسؤول يلتجئ إلى الاستقالة ليبعد نفسه عن المأزق الذي وقع فيه. ولكن مثل ما أرى هناك أسباب كثيرة بكل تأكيد غير ما ذكره السيد الكوني لما دفعه للاستقالة.
أنا في تصوري أن الانتكاسات التي مني بها المجلس الرئاسي وعدم قدرته على أن يكون فاعلا وأن يفي ويتولى المهمة التي اختير أو مش اختير أو التي نفذت أو أوكلت إليه لتنفيذها في ليبيا، قد عجز على أن يضع لنفسه خطة بإمكانه أن يتبعها وأن يكون رجاله من رجال المرحلة القادرين على اتخاذ القرار وتنفيذه. ولكن التكتيك الذي اتبعه البرلمان مع هذا المجلس في نهاية الأمر قد أتى أكله. عملية المماطلة وتبييع الوقت وتضييع الوقت لم يكن في نية البرلمان منذ البداية أن يمنح هذا المجلس وحكومته أي ثقة على الإطلاق. ما جعل السيد الكوني الآن يلجأ للاستقالة هو أن السيد الكوني بكل تأكيد ربما هو أكثر، رغم أنه شخصية وديعة، شخصية ليست شخصية صلابية، واعتبر خروجه من المجلس الرئاسي خسارة للمجلس وربما خسارة حتى لليبيا في نفس الوقت إذا استمر هذا المجلس. ولكن ما السيد الكوني ربما استقال الآن لأسباب كثيرة، أولها مثل ما ذكر في استقالته أو تحدث في مؤتمر الصحفي، ولكن هناك أسباب أخرى. نحن رأينا أن المجلس بدأ الآن يتكشف كثير من الأشياء حول شرعيته. الأحكام التي صدرت أخيرا لصالح سواء كان السيد بريشة أو وزير التعليم أو للجنة الكهرباء هي في نهاية الأمر تصف هذا المجلس بغير ذي صفة، وبالتالي هذا المجلس لم يكتسب شرعية أمام القضاء. ولا يريد السيد الكوني أن يكون في مثل هذا المجلس رغم كل ما رأيناه من عيوب، والتي ربما كان الأجدر بالسيد الكوني أن يقدم استقالته وينأى بنفسه عن هذا المجلس طيب. منذ أشهر كثيرة، ولكن هذا ما حصل الآن. ربما السيد الكوني أراد أن يخرج الآن من الحلبة لربما ليعود في يوم آخر وفي وضع طيب آخر. سيد لمنون، تحدثت عن أن المجلس الرئاسي لم يضع خطة لتجاوز مثل هذه العقبات، لكن كيف بالإمكان أن يفعل هذه أو يفعل هذه الخطط إذا ما تم تحديد اختصاصاته؟ تحديد اختصاصاته كان بالإمكان المجلس أن يلجأ إلى لجنة الحوار في أكثر من مناسبة، عقدت كثير من الجلسات، وكان عليه أن يضع أمامهم العقوبات التي توجهها وأنه لم يعد قادر على أن يستمر في ظل ما يحصل. كان بالإمكان هذه المجموعة، كان مجلس الحوار كان بإمكانهم أن يجدوا آلية أو أن يضيفوا شيئاً آخر أو أن يعطوا إنذاراً للبرلمان أو أن المجتمع الدولي يعطي إنذاراً ومثل ما هدد باتباع عقوبات، لكان أرغم هؤلاء على إما أن يقبلوا بهذا المجلس أو أنهم لن يقبلوا به. ولكن تمييع الوقت وعملية التسويف والمماطلة والتي هي التكتيك التي تبع المجلس يقولون نعم هم مع الاتفاق السياسي ولكنهم لا يريدون كذا وتغيير كذا وكذا وكذا، وهذه كلها أسباب واهية. أنا قلتها من البداية أن المجلس البرلمان لم يمنح حكومة السيدة سراج أي ثقة على الإطلاق، وها نحن أكثر من سنة الآن ولم يعطيها ثقة ولم يعطيها ثقة حتى في المستقبل. طيب سيد الأطرش، يعني الفقرة الأولى للمادة الخامسة من الاتفاق السياسي المتضمنة معالجة خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء حددت دور مجلس النواب في ذلك، فأي تداعيات على هذه المعالجة المطلوبة ومجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري؟ نعم، سؤال جيد بالفعل. يعني الحلول التي وضعت بشكل أو بآخر لبعض الإشكاليات التي قد يقع فيها هذا المجلس أو غيره من الأجسام الثلاثة هي متوقفة بالفعل كما تفضل معظم الضيوف الكرام بإدخال هذه الاتفاقية إلى المنظومة الدستورية في ليبيا وهي الإعلان الدستوري. أما ولم يحدث هذا فيظل هذا الاتفاق الحقيقة غير قابل للتنفيذ في هذه الجزئيات المتعلقة بالحالات التي قد تطرأ فجأة دون حسبان. ربما نحن رغم إيماننا العميق بأننا ضيوف في هذه الأرض وأن صاحب الأمانة قد يأخذ أمانته في أي وقت، ولكن إلى أن يحدث أن نسمع بوفاة رئيس المجلس أو بأحد أعضائه لم يكن لدينا الحقيقة أي تفكير في هذا الخلل التشريعي، لا على مستوى مجلس النواب ولا أيضا بالحلول التلفيقية اللي قام بها مجلس الدولة بإعطاء لنفسه صفة الشرعية لأن يكون هو المشرع دون وجه حق وبمخالفة للإعلان. أيضا يعني ربما مماطلة بعض الأعضاء
وتمنحهم عن الحضور منذ بداية يعني وصول هذا المولود الجديد الذي المفروض كان بيحل مشاكل الشعب الليبي بعد سنوات من المخاض العسير الفاشل في المفاوضات بامتياز بين الليبيين والليبيات، ترتب عليه أيضا إعاقة لهذه المنظومة القانونية التي تعالج مثل هذه الإشكاليات. ناهيك أيضا على المواقف الأخرى من فقدان الأهلية للإنسان، يعني نحن كلنا بشر وكلنا عرضة أن نفقد أهليتنا في أي وقت لأي سبب من أسباب فقدان الأهلية، وبالتالي هذه الحسابات كلها لم تطرح، لم تكن لا في ذهن المشرع عندما صاخ ولا أيضا في ذهن الأجهزة أو الأجسام المنبثقة على هذا الاتفاق اللي من بينهم مجلس النواب. للأسف الشديد عبثوا بالوقت والزمن، وكأننا نحن نملك قراراتنا في هذه الحياة، لم يحسبوا حساب لا للوفاة ولا للاستقالة ولا للإقالة ولا للتنازلات ولا للفقدان الأهلية. طيب إذن برأيك يعني سيد الأطرش، نعم، برأيك أي أبعاد سياسية تترتب عن استقالة موسى الكوني بعد أكثر من عام قضاه ضمن تركيبة المجلس الرئاسي؟ نعم، وإلى أن يعني تأتي النتائج النهائية، وأنا الحقيقة العبرة بما هو موجود أمامنا الآن حتى هذا التوقيت في حلقتكم، نعتبر أن هذه الاستقالة قائمة، وأن تحليلنا لهذا الموقف القانوني يعتبر حتى لو عدل عن استقالته أعطانا مؤشر خطير جديد للمعادلة السياسية المعقدة على المشهد السياسي الليبي، بأنه من العبث الحقيقة الانتظار رغم وجود شرعية يعني ما زالت لهذا المجلس من الناحية القانونية وفق الاتفاق، باعتبار أنه لم يتم لا إصدار دستور ليبي ولم يتم أيضا الموافقة على تشكيل حكومة، ومن ثم هناك سنة أخرى حسب الاتفاق لهذا المجلس. ولكن العبرة ليس بإعطاء المدد الزمنية فقط من أجل إعطاء مدد، العبرة هل ممكن من هذا الاتفاق الآن في ظل المعطيات الدولية، وأنا أركز هنا الحقيقة على المعطيات الدولية التي كان لدي أمل أكبر الحقيقة في أن تكون أسرع مما نراه، يعني هذا التباطؤ والتلكؤ، وربما الظروف والمناخ السياسي الدولي، لأن هذه دول أيضا لها إشكالياتها وخصائصها وظروفها الخاصة بها كالانتخابات الأمريكية وغيرها، وبالتالي ربما لم تقم بما يجب أن تقوم به منذ اللحظات الأولى عندما بدأ العهر السياسي الحقيقة والفسق السياسي في ترك مسؤولياتهم في التصويت بنعم أو لا. يعني مش مطلوب كان من المجلس الحقيقة أن يحلف طراقات أو إمينات أن يحضر أو لا يحضر هذا الاجتماع، المفروض يقول نعم أو لا بأدب واحترام وديمقراطية، لا بتخويف من البرلمانيين ولا بحبس ولا بخطف، ولكن وجدنا من اللحظات الأولى أنه هؤلاء المعرقلين لم يتولى المجتمع الدولي كما التزم وتعاهد في هذا الاتفاق السياسي بأنه سيدعم المجلس الرئاسي، هو ترك المجلس الرئاسي الحقيقة في الهواء دون أي دعم، وبالتالي تمادت السفاهة السياسية من أعضاء البرلمان إلى أن وصل ما وصلنا إليه، ونحن الليلة أيضا نسمع مزيدا من الانحطاط السياسي في ليبيا. فهذا كل الحقيقة باكج واحد يجعلني أقول بأن الوقت قد فات، وعلينا نحن كشعب ليبي يعني على الأقل من ناحية النخب الوطنية والناس اللي مؤمنين بليبيا كأرض وشعب أن يقدموا حقيقة موقف تاريخي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فأنا أحد الناس الذين بإذن الله يعني سأرجع خطوة أو خطوتين إلى الوراء لأشارك في وضع مشروع جديد، نعتقد أنه حان الوقت أن ننسى أحلامنا الكبيرة في ديمقراطية وفي احترام للفكر السياسي. طيب، واحترام للوطن. وضحت الفكرة. نعم. سيد الأطرش، سيد الكوني، إذن أي معالجة قانونية يمكن الذهاب لتطبيقها في سبيل معالجة استقالة موسى الكوني والتي حددها الاتفاق السياسي بعشرة أيام؟ لا توجد معالجة قانونية في الوقت الحالي، لأن المجلس الرئاسي لم يصبح جسما شرعيا في البلاد. احنا حتى التحدث على استقالة السيد موسى الكوني يراه في لا معنى لها من ناحية قانونية، باعتبار أصلا هو لم يثبت كهذا المجلس كجسم تشريعي وبالتالي نصبغ على أعضائه الشرعية. حتى الاستقالة التي قدمها غير صحيحة، لأنها لمن بيقدمها؟ إذا كان قدمها إلى أعضاء المجلس، أعضاء المجلس غير شرعي لا يجوز لهم قبول الاستقالة، لابد أن تكون الجهة الشرعية مختصة بقبول الاستقالة.
إذا حتى استقالته كحبر على ورق لا معنى لها، وأصلا هي العضوية لكل الأعضاء. طيب يعني ألا تأتي شرعية المجلس الرئاسي من خلال الاتفاق السياسي بغض النظر عن تضمينه أو تضمين الاتفاق السياسي في الدستور من قبل مجلس النواب؟ باعتبار أن في ذلك الوقت يسمت شرعيته لما يضمت مجلس، لأن الإعلان الدستوري لما نص على جسم من هذه الأجسام، الشرعية تستمد من الـ من الـ من الـ من الدستور الوطني، لا يصبح هذا جسما وفق الدستور إلا ما يضمن في الدستور، سواء مجلس النواب لأن حكمت المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته، وبالتالي لا تعود له الحياة إلا باعتماد هذا الاتفاق السياسي حتى مجلس النواب. فلا بالك في المجلس الرئاسي أيضا المنبت في مجلس النواب. كل هذه الأجسام لا شرعية لها الآن قبل تضمينها في الإعلان الدستوري، لأن السلطة التشريعية لا تقوم إلا من خلال الإعلان الدستور الوطني داخل البلاد. في الحقيقة معالج الأمر هذا حتى لو افترضنا من عاجوه، لأن الاتفاق السياسي هو عبارة عن عقد اتفاق بين فرقاء سياسيين، إذا لا يكون العلاج هذا إلا من خلال الفرقاء السياسيين تطبيقا للمادة 147 من قانون المدني التي تقول عقد شريعة المتعاقدين. الاتفاق هذا عقد بين مجلس النواب وبين مؤتمر عام سابقا، وتولد عنه أو انبثق عنه هذا الجسم المسمى بالمجلس الرئاسي، المجلس الدولي. لا تتم المعالجة إلا بإعادة النظر في هذا الاتفاق كاملا من خلال أطرافه، ولقت الحالي لا علاج لهذه المسألة من جانب. طيب وضحت الفكرة سيد الكوني. نعم تفضل بالبقاء معنا. سيد لملوم، يعني عضو بلجنة الحوار السياسي، أشار إلى أن هناك مساومات من عدة أطراف تسببت في عدم اتخاذ المجلس الرئاسي لعدد من القرارات الأمنية والاقتصادية، ما الذي يمكن تفسيره من ذلك؟ وحتى المجلس الرئاسي، أعضاء المجلس الرئاسي بالتأكيد خضعوا لمساومات، يعني نحن نرى أن الجهوية وتمثيل بعض العناصر ذات العلاقة المباشرة بالقضية الليبية أو من لها مآرب أو لها أطماع في القضية في الوضع السياسي الحالي قد وضعت عناصرها، وبالتالي هو هذه المساومات كانت موجودة وستكون موجودة، نحن نراها في البرلمان، نحن نراها في كل دوائر الدولة الآن. المساومات جزء من العمل السياسي ومن حقيقة الوضع اللي احنا نعيشه في ليبيا الآن. هذه المساومات في عندما تكون هناك نضج في الناس التي وصلت لسدة الحكم أو الناس المعنية بأن تدير شؤون الدولة، قد تكون هذه المساومات ربما حميدة لحد كبير وينتج عنها ما يفيد ويبعد ما هو ضار بالمجتمع وما هو ضار بالدولة. ولكن المساومات نحن في ليبيا كلها تتمحور حول شيء واحد، وهو حماية المصالح الشخصية، وبالتالي هذا النوع من المساومات لا يولد ما يفيد الدولة ولا يولد ما يفيد الشعب الليبي، وها نحن نرى النتائج الآن. يعني مثل ما تفضل الإخوة، المجلس الرئاسي غير شرعي وفقا لحتى الأحكام التي صدرت أخيرا بأن القرارات التي اتخذها هي قرارات صدرت عن مجلس ليس ذي صفة أو عن هيئة ليست ذي صفة، وبالتالي هو شرعي. ما لم يضمن للإعلان الدستوري لن يكون لهذا المجلس أي دور على الطاق ولا يكون له أي شرعية في ليبيا، مثل البرلمان، مثل بقية الأجسام الأخرى التي تولدت عن هذا الاتفاق. وعلي أنا أخاطب الشعب الليبي، على الشعب الليبي أن يتولى الأمر بنفسه، على الشعب الليبي أن نخرج للشوارع وأن نفرض على هذه الأجسام إما أن تستقيل أو أنها ترجع لأن تعمل مع بعض البعض بشكل لا تعطل مصالح الدولة ولا تعطل مصالح الشعب. يكفي سنة من المعالجات القاصرة، المعالجات التي لم تأتي بنتائج على الإطلاق، ليس لها مردود يفيد، بالعكس كل مردود هو ضرر الحقوه بالشعب الليبي. من لديهم فعلا بقايا ذرة من وطنية عليهم إما أن يعطوا لمجلس الرئاسة الشرعية وعلى البرلمان، أو أنه يجب الشارع يخرج من جديد ويطالب بانتخابات برلمانية جديدة، وأن نبعد كل هذه الأجسام، لأن هذه الأجسام لا تبني دولة على الإطلاق. هذه الأجسام معطلة، هذه الأجسام كل ما يهمه هو أن تدور بينها مساومات وصفقات حول من يتولى من وحول من يعين من وحول من يستفيد ويأخذ نصيبه من الشركة التي هذه البقرة التي طيب وضحت الفكرة سيد لملوم. سيد الأطرش،
كيف يمكن المقاربة بين ما ورد في المادة 8 من الاتفاق حول اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بترأس اجتماعاته مقابل اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء بتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب؟ نعم، هذا أيضا يعتبر يعني من أحد المواقف التشريعية الصعبة التي يواجهها الآن المجلس، يعني والمجلس الآن يعتبر في حالة تفكك كامل، ويعتبر بالفعل يعني وصل إلى طريق مسدود في آلياته كلها سواء كمجلس. وهذه الجزئية ربما يعني تأخذني إلى نقطة للتعليق عليها إذا كان سمحت لي، على ما سمعته من ضيفيك الكريمين السيد لملوم والسيد محمد أيضا، أنه الاتفاق لم يكن يعني اتفاقا شرعيا بالمعنى الدستوري. فأود يعني إذا كان أعطيتني الإذن أن أعلق قليلا على هذه الجزئية قبل أن أستكمل إجابتي، لأنها جزء لا يتجزأ منها. أنا نعتقد أنه يجب أن نعيد يعني إلى أذهاننا حقيقة أن الدولة الليبية منذ 2011 وهي تعتبر تحت الوصاية، يعني هذا يعني أنه البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعطي ليبيا الآن موقع أو يضع ليبيا في موقع لا يعتد الحقيقة بالشكل الكامل بكل ما في داخلها من دساتير ولا إعلانات ولا قوانين، لأنه فقدت الحقيقة الأهلية، يعني زي الإنسان الذي يوضع تحت الوصاية. نحن منذ 2011 وحتى اليوم نعتبر ما زلنا تحت هذه الوصاية الدولية وفقا لما حدث في 2011 وفقا لقرارات أممية وأصبحت جزء من القانون الدولي الذي يحكم الحالة الليبية. الجزئية الثانية والمهمة أيضا أنه يعني عندما يصدر قرار زي 2259 ويؤكد أن 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 هذه الاتفاقية أصبحت في موضع قانون دولي، يعني هذا أنها من قواعد القانون الدولي الملزمة، ومن ثم لا يعتد الحقيقة بالإعلان الدستوري في هذه الحالة، ولا يمكن الاعتماد على الفقه الدستوري في حال الدولة فاقدة لاستقلالها بالمعنى الحقيقي، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تعتمد على أي من تشريعاتها في حل مشاكلها وأزمتها السياسية، وهذا ما جعل القانون الدولي يتدخل عبر المنظمة الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبالتالي نحن يجب أن نعلم جيدا أن قواعد القانون الدولي الملزمة هي من أعطت الشرعية الحقيقة للمجلس الرئاسي للاتفاق طبعا، ومن ثم إلى المجلس الرئاسي. أما الجسمين الآخرين اللي هم مجلس النواب ومجلس الدولة، هذين الجسمين هم فعلا من سيتأثر بشكل كبير بشكل مباشر أقصد من خلال ما مدى قبول المجلس النواب لإدخال هذا الاتفاق في المنظومة الإعلان الدستوري من عدمه، وأيضا بما سيقوم به من أعمال وفقا لذلك بالتعاون وفقا المادة 10 أو 12 من الاتفاق في التنسيق فيما بينهما كجسمين لانتخاب أي أعضاء قد يستقيلوا أو قد يخلوا مناصبهم منهم يعني. لكن أيضا المجلس الرئاسي الآن أيضا هو يتأثر بالتأكيد بكل هذه السلبيات، بدليل أن عدم دخول الاتفاق يحرم من استخدام العديد من المواد واللي من ضمنها من المادة 5 أو الفقرة 1 رقم 1 يعني. وبالتالي هناك خطوط رفيعة في البحث، ولو أنه هذه كلها أنا في اعتقادي أصبحت بحوث بيزنطية لا تغني ولا تسمع من جوع، لأنه ما حدث أسقط في اعتقادي الشخصي وحسب رأيي الضعيف هذه الاتفاقية بكل ما تعني الكلمة من معنى، وقبل المجتمع الدولي أن يرى هذه الاتفاقية تسقط دون عمل أي شيء عدا اجتماعات أيضا فارغة من المحتوى. كان لزاما عليه أن ينقض الموقف منذ أن دخل البرلمان في إعاقة غير مشروعة واستخدام لحقوق دستورية غير مشروعة واستخدام لمواقف يعني تعيق بناء دولة حديثة وفقا للمعايير التي اخترناها عندما كنا يعني نرى أن ليبيا. طيب يعني سيد الأطرش، يعني إلى جانب ما تفضلت به الآن، إذن ما هو الموقف القانوني بالنسبة للمجلس الرئاسي وعضو المجلس الرئاسي الذي استقال؟ الآن في اعتقادي الشخصي وحسب علمي البسيط في هالأمور، نعتقد أنه الآن سقطت المشروعية على الاتفاق السياسي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى،
وعلى النخب الوطنية الليبية زي ما تفضل السيد لملوم، بالإضافة إلى مشروع تدخل الشعب الليبي صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب السيادة دون أي منازع آخر إلى الشارع لقيادة تحرك جديد، وربما على النخبة مسؤولية تاريخية أيضا، وأعتبر نفسي أحدهم، أن يقدموا محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذها لليبيا بطرح مشروع وطني جديد، ربما بإعادة الأمير الليبي سمو ولي العهد من جديد كرمزية، ثم يعاد تعديل الدستور بتاع 51 لإضافة أو أخرى، ثم يطرح ميثاق وطني جديد يضمن أنه هذا يتم لفترة انتقالية مؤقتة لمدة سنتين، ثم تجرى الاستفتاءات في مناخ قد تكون الدولة فيه في حالة أفضل من ما هي عليه وما تتجه نحوه من خطر جاسم وحاسم، يجعلني أعيد النظر الحقيقة في كل أطروحاتي ودفاعي على هذا المشروع السياسي. طيب، لأن تبين لي من خلال حسن نواياي بأن هناك وضحت الفكرة سيد الأطرش. إذن سيد الكوني، يعني نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل، نبه إلى أنهم لم يختاروا بعضهم البعض كأعضاء بالرئاسي، فهل يشير هذا التنبيه إلى مدلولات بعينها بالنظر إلى ما أصدره الرئاسي من قرارات خلال عام؟ الحقيقة هذا يؤكد على وجود الاختلاف داخل المجلس الرئاسي، ولا يوجد توافق بينهم، وحتى في الرؤى ربما لا تكون هناك رؤى متفق، وهذا ما يشير إليه ما ذكره السيد موسى الكوني في هذه المسألة. هذا حقيقة، وهذا دليل واضح لأن فيه تنافر حقيقة، لأن القرارات تاعت مجلس الرئاسي مرات متضاربة، تجد قرار في المساء بشكل واليوم الذي يليه بشكل ثاني، حقيقة هذه كثيرة. ولكن أنا وأود أن أعرج على ضيفك السيد سامي الأطرش فيما يقول ليبيا تحت الوصاية، هذا أمر افتراضي من طرفه، لأن الوصاية لابد أن يصدر بها قرار تحدد لها المنظمة الدولية، تقول تضع الدولة الفلانية كذا كذا، المنظمة الدولية تقول نحن الآن رعاة لهذا الاتفاق، معنا الاتفاق بيد الليبيين، هذا الأصل. وبالتالي هذا الكلام حقيقة كلام خطير اللي قاله السيد سامي الأطرش، ما لا لا لست مقتنعا بهذه وجهة النظر مع احترامي للسيد سامي. طيب سيد لملوم، ما السبيل إلى إيقاف تطور تداعيات عدم التجانس بين أعضاء المجلس الرئاسي في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تصدي الرئاسي للعديد من الأزمات؟ لا أتكلم بصراحة، نحن رأينا خلال السنة الماضية وربما ما قبلها أيضا أن هناك تجاذبات كثيرة، وأن من جربناهم أو رأيناهم سواء كان البرلمان أو المؤتمر الوطني سابقا أو المجلس الرئاسي حاليا، هذه الأجسام التي وجدت وفرضت نفسها وفرضت على الليبيين، لأن الليبيين لا أعتقد أنهم في نهاية الأمر قد انتخبوا من انتخبوا عن وعي ودراية ومعرفة، وإنما قد غرر بهم من خلال الكثير من الحيل التي استخدمت في توجيه وجهة النظر الناخب ومن ينتخب، وعليه هذا الشاب بكامله قد فشلت، وعليه لا أعتقد أن بإمكان أي حوار بين هذه الأجسام بإمكانه أن ينتج اتفاقا يقودنا إلى بر الأمان. وعليه أنا أقول وقد قلتها من قبل، لا بد لنا أن نعود إلى فترة انتقالية، ليست سنة أو سنتين أو ثلاثة، بل فترة انتقالية لمدة 4 أو 5 سنوات، وأفضل شيء هو أن نعود إلى دستور 51-63 ونأخذ كل ما فيه ولا نعدل فيه أي شيء على الإطلاق، لأن لو دخلنا مرحلة التعديلات فإننا لن نتفق، لأن الحوار لا يمكن أن ينتج اتفاقا على الإطلاق، ولمرحلة برلمانية أو دورة برلمانية لمدة 4 أو 5 سنوات تستخدم ال4 سنوات الأولى منها لإعادة الهدوء إلى النفوس البشرية. طيب، ولكن سيد لملوم، يعني كيف يمكن معالجة الوضع الحالي حيث أن الاتفاق السياسي يحظى بشرعية المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي، إحنا كليبيين علينا نقول للمجتمع الدولي إحنا قبلنا لأن نعود للدستور 53-63، وأننا سنقيم دولة وسنقيم انتخابات برلمانية، لأن لن يحل هذه المعضلة إلا انتخابات تعود الأمان للشعب الليبي وتجرى انتخابات برلمانية وفقا للقوانين المعمول بها في النظام السابق الذي عطل في 1 سبتمبر 1969
ومنصب الملك ينتخب رئيس جمهورية بنفس اختصاصات الملك لمدة دورة برلمانية 5 سنوات أو 4 سنوات، وفي السنة الأخيرة يكلم. طيب يعني هذه الإجراءات التي تشير إليها سيد لملوم، ألا تعتقد أنها قد تزيد يعني قد تعقد المشهد الليبي أيضا؟ لا تعقد المشهد الليبي، إذا أراد الشعب هذا الحل، لأن هذه الأجسام الموجودة حاليا لن تتفق فيما بينها ولن تقودنا إلى برلمان، لن تحقق من خلال الحوار أي نتائج، لأن هناك أطماع، هناك من يريد أن يصل إلى سدة الحكم. أنا يعني لنعود وننظر لما قاله حفتر يوم أمس في الكوريرا الرسالة الإيطالية. حفتر يتحدث عن أنه الوحيد الذي يحارب الإرهاب، وأن من حارب الإرهاب في سرت هم أعداء لحفتر، هذا معسكر الأعداء، ويلوم على الإيطاليين كيف أنهم وقفوا مع معسكر الأعداء وأعطوهم طواقم طبية وأرسلوا لهم 250 جندي. ينظر إلى من حاربوا داعش على معسكر الأعداء، وأنه قال كذلك أنه لا يؤمن بأي شيء الآن إلا محاربة الإرهاب. أي إرهاب يحارب حفتر، وأنه بعد أن يقضي على الإرهاب سينظر إلى مسألة السياسة ومسألة الديمقراطية، ويقول أيضا أن سيف الإسلام لن يكون له دور. سيف الإسلام يجب أن يحاكم على جرائم محاكمة عادلة، ولا يقول يجب أن لا يكون له دور. معنى هذا أن حفتر يسعى إلى أن يصل إلى كرسي السلطة، وإذا وصلنا إلى كرسي السلطة معناها عاد الحكم العسكري من جديد. أي أفضل لنا أن نخرج الشارع ويطالب بانتخابات برلمانية جديدة، حتى لو كانت انتخابات برلمانية فيها نوع من العوج أو عرجاء إلى حد كبير، ولكنها ستنتج عناصر ستدفع بسياسيين أفضل مما نراهم الآن. هذا الموجودين حاليا لن يقيموا دولة، ولن يكون هناك اتفاق فيما بينهم، ولن يصلوا بنا إلى نتائج، ولن يستحملوا حتى بعضهم البعض. ولكن العودة إلى دستور 63، كل الشعب الليبي ماذا يرى في هذا الدستور؟ نحن نستكمل المسيرة التي انقطعت من 69 إلى 2011، وهذه المسيرة بعدها ننظر في ماذا سيحدث. نبني جيش وشرطة في 4 أو 5 سنوات، تهدأ النفوس، يتعود على التعامل مع بعضها بديمقراطية حقيقية إلى حد ما، ثم خلال استفتاء ودستور يوضع. يعني هذا يستحيل أن تضع لليبيا دستور خلال السنوات القادمة، لن يتفق الليبيون فيما بينهم، لأن كل ما هناك أهواء، وهناك كثير من الناس التي تسعى لأن تكسب هنا ويخسر الطرف هناك، وبالتالي ماذا طيب وضحت الفكرة سيد لملوم. سيد الأطرش، في ظل تعامل مجلس النواب مع الاتفاق السياسي حتى الآن، كيف يمكن تجاوز تعقيد الواقع القانوني في معالجة استقالة موسى الكوني وعدم التخلي عن اتفاق سياسي وجد شبه إجماع دولي؟ نعم، سؤال جيد بالفعل، ولكن لا عزاء ولا أمل لي الحقيقة في مجلس النواب، لأنه كل السلوكيات أشارت أنه مجلس النواب للأسف الشديد لم يعبر حقيقة على إرادة الشعب الليبي وما يهم ومصلحة الشعب الليبي، عبر عن مصالح شخصية وعن عنتريات وعن مواقف الحقيقة غاية في السلبية. وبالتالي لا أمل لي على الإطلاق في كون مجلس النواب قادر على وضع ليبيا قبل كل شيء، لم يضعها على الإطلاق. يعني هم 3/4 وقتهم في المدد اللي فاتت منذ انتخابهم وهم يتقاضون المرتبات العالية والعلاوات والميزات والسفر إلى الخارج وإلى الانتقال معظم الوقت في عواصم دول أخرى ليست في ليبيا. أنا الحقيقة فاقد الأمل للأمانة في مجلس النواب الليبي، ومن ثم لا أرى أنه قادر على إنقاذ ما يمكن إنقاذه بإدخال هذا الاتفاق السياسي في منظومة الإعلان الدستوري. وعودة الحقيقة إذا سمحت لي سيد آدم إلى ما قال ضيفك الكريم سيد محمد أنه ليبيا ليست تحت الوصاية، أنا أنصح الحقيقة بإعادة الاطلاع على كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ إعلان التحرير في ليبيا في 2011، وسيجد بكل وضوح، هذا ليس رأي مني أو اجتهاد مني أو طلب مني، أن ليبيا وضعت تحت الوصاية، تحت البند 7 بمعنى أكثر تحديدا، وهذا ما يجعل ليبيا فاقدة لحرياتها الكاملة بالمعنى القانوني وليس بالمعنى السياسي. ليبيا تبدو حرة أمامنا نحن كليبيين، ولكن نحن في الواقع تحت المادة البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا له آثار كثيرة، ومن بينها أيضا ما تمسك به في دفوعه المتعلقة بقدرة الإعلان الدستوري على تنظيم
تنظيم الوضع السياسي في ليبيا، وهذا غير ممكن الحقيقة. لكن أعتقد أيضا لأمانة البحث أود أن أثمن عاليا ما تفضل به السيد لملوم وأضم صوتي له بالتأكيد، لأن الآن لا بد لكل الوطني وكل غيور على هذه الأرض، لأن نحن الآن نتحدث ليس في اتفاق سياسي ولا شكل سياسي ولا دولة كذا، نحن نتحدث على إنقاذ وطن. الوطن يضيع من بين أيدينا، ما قيمة حديثنا في أي بحث كان الآن، وكل ساعة نسمع أخبار تزيد وتصعد المواقف إلى مواقف خطيرة. نحن بعد يمكن أيام سنجد أنفسنا في حالة قتال عسكري بين الشرق والغرب، يعني نحن وصلنا إلى منتهى الحضيض الحقيقة والانحطاط السياسي والفكري من العسكر ومن التيارات المتطرفة. فيجب على الوطنيين، هذا اختبار ونداء لكل وطني ليبي، أنا أنضم صوتي للسيد لملوم وندعو معه، وأعتقد أنه يوافقني على أن الجميع الآن عليه أن ينظر أن القضية قضية ليبيا وليس قضية مفاهيم سياسية. يعني زي ما احنا نطلب من الساسة الذين وصلوا إلى سدة المسؤولية أن يتناسوا أحزابهم ويتناسوا فكرهم ويتناسوا طموحاتهم وآمالهم السياسية ويضعوا ليبيا أولا، نحن أيضا ندعو الشعب الليبي وندعو أيضا كل النخب الوطنية الليبية أن تصف في صف واحد قوي متين يرجع بنا إلى ما مثله الأباء والأجداد في الخمسينات، عندما لم يكن هناك وطن ولم يكن هناك مال ولم يكن هناك سلطة واستطاعوا أن يبنوا دولة. نحن ننادي الآن كل وطني ليبي ووطنية ليبية أن يضم صوته إلى هذا النداء الخالص، أن الوطن سيضيع طيب من بين أيدينا بالعودة إلى النقطة التي أشرت إليها سيد الأطرش، مسألة عدم تأملك في أن يقوم المجلس أو مجلس النواب بأي معالجة حقيقية للوضع الراهن، فإن يعني هناك تحركات يقوم بها المجلس الرئاسي بحسب يعني الناطق باسمه لإقناع نائب الرئيس المجلس الرئاسي المستقيل بالعدول عن استقالته، ما توقعاتك لمستقبل هذه التحركات مع الأخذ في الاعتبار بتركيبة المجلس الحالية؟ نعم، شكرا سيد آدم. أنا أعتقد أن ما ذكرت حضرتك الآن يعيدني إلى ما بدأت به في هذه الحلقة، أنه هذا نقى ناقوس أو هذا الحدث دقة ناقوس خطير من جديد، أيقظنا أنه راه فيه موت وراه فيه ناس تفقد أهليتها وراه في ناس ربما يعني لا يرغبون في المشاركة في أي لحظة بأي طريقة كانت، يختفي أو يستقيل أو ولذلك هذا كان بمثابة ناقوس. فالآن سواء عدل عن استقالته أو لم يعدل، في الحالتين أنا بالنسبة لي نعتقد وكل شخص يحلل الواقع من ناحية دولية ووطنية أنه الآن يجب علينا أن لا ننتظر حتى يفوت الميعاد أو يفوت الوقت اللي يمكن من خلاله أن نقول شيء في هذه الموضوعات ككل، لأن الوطن سيكون في مهب الريح. أن المجتمع الدولي الحقيقة يفرض علينا الآن بموقفه، والظروف الدولية بالتأكيد لها دور، ولكن ما زال يعتبر مسؤولا تجاه هذه الوقائع اللي تحصل الآن على الأرض الليبية دون اتخاذ موقف تجاه كل من يعرقل هذا الوطن. يعني هذا العسكري اللي موجود في المنطقة الشرقية بهذا الاستهتار الذي يقوم بضرب مناطق يعني الجفرة، يعني 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 ماذا ننتظر؟ نحن ننتظر إلى أن يضيع الوطن، ننتظر إلى أن نبدأ حرب بين شرق وغرب، ننتظر إلى أن نقتلوا في بعضنا حرب أهلية؟ ماذا ننتظر؟ يجب الآن أن نتوقف جميعا سيد آدم، وأن ندعو بصوت عالي كل ليبي وليبية حر وأصيل أن ينطلق من جديد كما بدأنا في الخمسينات بالدعوة إلى الإعلان يعني نقصد الدستور 51 واستدعاء الأمير لبدء انتخابات جديدة في ليبيا يفرض فيها الوطنيين الكلمة النهائية. سيد الكوني، إذن ما فرص تجاوز إشكالية عدم تناغم المجلس الرئاسي والذي تطور باستقالة أحد نواب الرئيس؟ في الحقيقة هذا يزيد من الشقة بين المجلس الرئاسي نفسه. الاستقالة تزيد من الشقة بين وتعبر عن الوضع الذي يعيشه المجلس الرئاسي. ولا حقيقة ليس من باب اليأس، ولكن لا نتأمل خيرا في الأيام القادمة حتى ولو عدل السيد موسى الكوني عن استقالته،
لان المجلس الرئاسي المجلس الرئاسي مشلول العمل، ما هوش قادر يشتغل لان ما زالت شرعيته حتى المحاكم لم حكمت بعدم صيغته في كجسم موجود في البلاد، جسم تنفيذي في البلاد له دور تنفيذي في الدوله. وبالتالي عدل السيد موسى كوني او لم يعدل عن استقالته فالاشكاليه قائمه ولن تجد حلا امام وجود نماذج في مجلس النواب وفي غيرها من الاجسام التي تزيد من عرقله. المجلس النواب يريد يتمنى ان تستمر هذه الاشكاليات لدى المجلس الرئاسي لانه لا يؤمن بهذا المجلس رغم انه وقع ممثله على الاتفاق السياسي وبالتالي لا ليس مقتنعا بوجود هذا الجسم اصلا. الحقيقه المرحله الانتقاليه ينبغي ان تكون في الواقع اقل اجساما، لكننا رضخنا الى الامر الواقع لكي تمر البلاد بسلام حتى هذه الاجسام، لان مش متصور في المراحل الانتقاليه الاجسام المتعدده هذه مش متصور اصلا. لكننا طيب. رضخنا لهذا الامر، كنا نتوقع ان نجد من هناك عندهم وطنيه ويحسون بألم المواطن ويحسون بحاجة المواطن وما وصلت إليه البلاد من انهيار في الجانب الاقتصادي والأمني. وبالتالي ولكن كما قال ضيوفك أنهم لا ينظرون إلى مصلحة المواطن ولكنهم مصالحهم خاصة، مرتبات في أرقام عالية يتمتعون بها ولا يريدون بالعكس مجلس النواب يتمنى ان يستمر الحال هكذا حتى فترته اللاشرعيه، هي فتره اللاشرعيه، ما عندها شرعيه هو حقيقه مجلس النواب لانه لا يستمد شرعيته من الاعلان الدستوري، الاعلان الدستوري نص على جسمين فقط اللي هم السلطه الشرعيه اللي هو المرحله الاولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمرحله الثانيه المؤتمر الوطني العام، وبالتالي لم ينص جسم على جسم ثالث. هذا اذا اراد الاستمرار مجلس النواب لابد عليه ان يسعى الى اعتماد الاتفاق السياسي حتى تصفى عليه الشرعيه من جديد بالاعلان الدستوري. طيب سيد لملوم، يعني دعم محلي ودعم دولي يحظى به المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق الوطني، ما فرص استثمار الرئاسي لهذا الدعم ليستمر في القيام بدوره المنوط به برايك؟ أنا لا أعتقد أن المجلس الرئاسي لديه أي دعم دولي، لو كان هناك دعم دولي لهذا المجلس الرئاسي لأوفى المجتمع الدولي بما قاله والتزاماته بأنه من يعطلون أو يعرقلون هذا الاتفاق سيخضعون للعقوبات من الأمم المتحدة، هذا لم يحصل، وبالتالي أي دعم يتمتع به المجتمع المجلس الرئاسي من قبل المجتمع الدولي، لا أعتقد هناك دعم، هو مجرد كلام لا يغني ولا يسمن وليش لا يسمن ولا يغني ولا يغني ولا يسمع من جوا، المثل لا اصبحت واضحه. ايضا حتى في الدعم على المستوى الشعبي، هناك من كان متحمسا لدخول المجلس الرئاسي الى طرابلس، وهناك من قبل على مضض على اعتبار انها مرحله مثل ما مرت السنوات السابقه ستمر وفي نهايتها ربما قد نجد مدخلا الى مرحله جديده تنفرش فيها الامور، ولكن هذا لم يحدث. والآن نرى أن حتى من دعم مجلس الرئاسي في البداية الآن أصبحوا يتململون من تلقي المجلس الرئاسي وعدم قدرة المجلس الرئاسي على اتخاذ القرار والطريقة التي يتعامل بها المجلس الرئاسي مع تهديدات العسكر الأرعن الذي يريد أن يدخل ليبيا في أطار حرب جديدة بين الشرق والغرب ويسترضي، وكل ما رأيناه من السيد السراج أنه يريد أن يسترضي حفتر بما يريد، وربما التلميحات التي صدرت أخيرا من السيد السراج ومن وزير الخارجية توحي بأنهم على استعداد لأن يحتضنوا حفتر من جديد، ولكن حفتر في الكورية الدراسية يقول أنه لن يقابل السراج بكل عنتريات، يقول لن أقابله ويرفض كل الحلول، وبالتالي ماذا يريد؟ أنا في تصوري أن يعني البرلمان يعطل عن عمد ويريد أن يكسب الوقت حتى يستعد حفتر، حتى الحرب التي يهدد والغزو الذي يهدد بمدينة طرابلس، هذا ما يريده السيد حفتر وهذا ما يريده السيد عقيلة صالح، غزو حفتر لطرابلس واستلام السلطة، وبالتالي السيد السراج ينظر إلى كل ما يخطط له حفتر والبرلمان ولا يريد ان يتخذ القرار المناسب. السيد السراج والمجلس الرئاسي ليسوا رجال المرحله وليسوا من الرجال القادرين على اتخاذ القرار
والقادرين على تنفيذه او فرضه على الاخرين. وبالتالي لا اتصور ان السيد السراج بامكانه ان يسوس دوله، ولا هذا المجلس بامكانه ان ياتي بنا او يقودنا الى مرحله نرى فيها انفراجا في ليبيا. طيب سيد الأطرش، ما الدور المنوط بأطراف الاتفاق السياسي وداعميه للمضي قدما في تحقيق الاستقرار السياسي وتنفيذ الاتفاق كاملا؟ أنا أعتقد أنه جميع الأطراف اللي قبلت هذه المسؤوليات أثبتت بما لا يدعو للشك بأنها فاشلة بامتياز خلال رحلة 5 سنوات الآن. نعتقد أن كل من خرج على المشهد السياسي لم يستطيع الحقيقة أن يكون يعني واضعا لليبيا رقم واحد قبل بيته وقبل أهله وقبل أولاده وقبل قبيلته وقبل مدينته. وقلائل الذين يعني الحقيقة أثبتوا هذا ويعني على حياة. فالوطن يحتاج الآن الحقيقة إلى وقفة زي ما وقف ربما المسؤولية الآن على الشعب الليبي وعلى النخب الوطنية الحقيقية في ليبيا. موقف تاريخي خطير، لأنه 5 سنوات ونحن كنا كما قال يعني أحد ضيوفك ننتظر ونقول ربما يعني يكون خيرا في هذا وربما يكون خيرا في هذا وربما كذا وربما كذا، أعطوا فرصة حاولوا. ولكن الآن الحقيقة نحن الآن وضعنا في نفس الموقف، علينا اختبار تاريخي سنسأل عليه من أحفادنا ومن أبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة، ماذا قدمنا في هذه اللحظات العسيرة قبل أن يضيع الوطن؟ لأن المسؤولين أثبتوا أنهم فاشلين بامتياز، يعني لا تردد لدي أن أقول هذا. لا مجلس رئاسي ولا مجلس دولة ولا مجلس نواب ولا أحزاب سياسية ولا حكام في إداريين في مسؤولياتهم على مستوى لا كهرباء ولا مياه ولا كذا، مع احترام للجنود المجهولين الذين يعملون في صمت، لكن نحكي على الساسة الظاهرين على مسرح المشهد السياسي أسف. ولكن الآن علينا نحن الآن دارت العجلة ودارت الأيام لتضعنا في اختبار غاية في الخطورة، يعني سيسطر التاريخ من الآن فصاعدا ماذا فعل الوطنيين في ليبيا، من يدعي أن وطني، من يدعي أن من النخب. علينا هذا الآن، نحن الآن أصبحنا أمام هذا الاختبار ولنرى ماذا سيحدث. يعني طيب سيد الكوني، يعني الاتفاق السياسي وعقب التوقيع عليه منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرعية الدولية ورسخته قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، أي دور برأيك يمكن أن يقوم به رعاة الاتفاق لتطبيقه؟ حقيقة رعاة الاتفاق عاجزين عن تطبيق هذا الاتفاق على عين الواقع، والدليل أمام التشرذمات الموجودة داخل المشهد السياسي الليبي. المجلس النواب في بداية عندما صدر الحكم بعدم دستوريته وجد من الجهات الدولية والإقليمية اعترافات وبدأ يضفي على نفسه الشرعية من هذه الاعترافات، والآن ينكر ذلك على المجلس الرئاسي، رغم أن فعلا المجلس الرئاسي حتى الاعترافات الدولية لا قيمة لها إذا لم يتم ضم الاتفاق السياسي إلى الإعلان الدستوري. ولكن الحلول حقيقة العالم أصبح عاجزا أمام تصلب الليبيين، أمام تصلب الساسة الذين يتربعون على كرسي الحكم، حقيقة أصبح عاجزا عن تقديم أي حل لهم. وبالتالي لا أتوقع وجود حلول إلا إذا دبت الروح الوطنية لدى السياسيين، تذكروا أنهم الآن يفتتون هذا الشعب ويقتلونه على مراحل. طيب. فعلا يقتلون الشعب الليبي على مراحل، هم يأخذون الأموال الطائلة ويتنزهون في دول العالم، هم وأبنائهم وعائلاتهم، ويتمتعون في مال ليبيا بطريقة غير شرعية، المال الذي يأخذونه غير مشروع، ومع ذلك لا يعبهون بما يعانيه المواطن في هذه الدولة. طيب واضح. لا أثق فيهم إطلاقا، لا أثق، لأنهم لا يتمتعون بالوطنية إطلاقا. طيب وضحت الفكرة. سيد لبلوم، كيف بالإمكان التوفيق بين تباين المواقف بالبلاد في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي الذي يؤدي بدوره بناء الدولة؟ أولا يكون هناك اتفاق
ويجب أن يكون هناك أناس يؤمنون بقضية وطن. ولكن عندما يكون طرف لا يؤمن بهذه القضية، لا يؤمن بوطن، وكل ما يؤمن به هو الوصول إلى كرسي السلطة والجاه والمال والسلطان، ففي هذه الحالة من الصعب جدا أن تجد توافق بين هذا هناك طرف يسعى إلى أن يغتصب السلطة، وهناك طرف يريد أن ينقذ ليبيا، فليس هناك مجال إطلاقا تجمع بين الطرفين. هذا ما يحدث في ليبيا الآن. نحن رأينا أن البرلمان طوال سنة كاملة إلى حد الآن لا زال يعطل، ولا أعتقد مثل ما قلتها في بداية من السنة الماضية أن البرلمان لم ينح الثقة للحكومة لأنه يريد إسقاطها ويريد إسقاط المجلس الرئاسي، وبالتالي نجح في هذا المخطط. كان هناك نوع من التطمين على أن البرلمان سيجتمع، هذا البرلمان لم يجتمع، هذا البرلمان اتخذ قرارات في جلسات ليست ذات نصاب قانوني، وبالتالي ماذا تتوقع؟ هو كله تدليس في تدليس وعليه. طيب لا اعتقد شكرا شكرا جزيلا لك سيد لمنوم، ونعتذر لمقاطعتك لضيق الوقت وانتهائه بالفعل. اذا بهذا نصل الى ختام حلقه العاشره. نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا، من طرابلس الباحث القانوني والسياسي سامي الاطرش، من صرمان الخبير القانوني محمد الكوني، وشاركنا النقاش من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. إلى اللقاء.